السلام عليكم. عليكم السلام. هاي استراليا. ها؟ تلفزيون استراليا. 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 ايش عراقي؟ شايفين استراليا وين يا استراليا؟ جواز عندي. خاف تحتاج تشغيل مضخات اخرى هو العلاج هذا. وبعدين وين الحريه اللي وعد بوش بها الشعب العراقي؟ وين الحريه؟ وين الحق الانساني؟ وين الرخاء اللي قال بوش اكو رخاء للشعب العراقي؟ الشعب العراقي من ضمن صدام وجواش اللي يسعده، وين السعاده؟ وين حقوقنا؟ احنا بلد خير. Before I have even arrived home, the first thing I see in Iraq is a young boy arrested for having a handgun. مسدس شايلك؟ شو عم يشيلك بس؟ شايلك انت شايلك مسدس؟ شاكب غير حكومة؟ عفت جوالك؟ اصعد 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 اطلق اصعد مسدس انت من امريكا طق جاز لا في جاز ها في جاز بيسمي اي بس انه جاز Later in the day Hardy's brothers take him along the Euphrates River which runs right through the heart of Samoa. Along the river bank, we see Majid, who I remember from my childhood. We called him the wise fool of Samoa. At the market, weapons and bullets are now being traded openly. Saddam Hussein glorified himself throughout Iraq. This school was named after the date his Ba'athist party took power in 1968. كانت مدرسة 17 تموز فاجتمعت اللجنة التدريسية بتغيير هذا الاسم من اسم 17 تموز إلى اسم أنكيدو وهذا الاسم أنكيدو يرجع إلى البطل التاريخي وهو أنكيدو الصديق الخليل الحبيب لإلى جلجامش
وقلقامش الذي حكم مدينة أورك، فرجعنا الاسم التاريخي الحضاري الذي له أهمية كبيرة بالنسبة لنا مدينتنا، وهي مدينة السماوة. شركة السماء الآن هي مفتوحة وعاملة، ولكن التخريب الذي حصل فيها أثناء حرب التحرير من قبل المخربين وليس من قبل أي جهة أخرى. المخربين الذين خربوا المعدات ونهبوا وسلبوا، الآن احنا في إعادة تأهيل تشغيل هذه المصانع، ولقد وعدت قوات التحالف بالتعاون معنا لإعادة تأهيل وتشغيل هذه المصانع بأقرب فرصة ممكنة، وأن التخريب هذا يمكن إعادة البنية التحتية في غضون 5 سنوات أو 10 سنوات. المال موجود والطاقات الفنية موجودة. كيف نحن سقوط الفاسدين، سقوط القياصرة بروسيا، سقوط الفاسدين، سقوط الملكية، وبعد ما يقدر نحن ما نتحرر بعد أو صفو صدام حسين. هو هذا صح ماذا حقنا راه مطالب. لا تعتقد خير قيد تنباع ب500، طلقات ارتح من نفسي بهن، امان ماكو، هو يركض من وراي ومن بعد ما يركض وراي ويكمل السلاح بجولة امريكان. يا اي على الخير. To see the results of the pervasive gun culture, Hadi visits the hospital. يا شو ضربوا الطاقة؟ شو من هم يجي؟ سلاب على الشارع العام. اي ورقعوني صبية. صوبوا مرة وانا صوبوني. وانت كنت تسوق؟ لا والله على الشارع واقف. بس ابيك 8 طلقات. اي 2 بكبت، 2 باع رجلي و4 باع القصاها. مرة بطلقتين، واحدة ما لاحتني واحدة كسرت. زين اذا طلعت من المستشفى شو تسوي؟ راح اقتلهم. يعني هاي قرار؟ اي والله قرار. عجيب. بس مو حل هذا، ولا اشتكي عليهم القانون ياخذ مجال. اشتكيت عليهم وكانت حكومه موجوده وما جابتهم. حكومه ما بيها خير. يا حكومه من؟ حكومه الخضر ما بيها خير، سرسريه، انضرب دم الشرطه وعافدني وشردوا. عجيب. عليك علي، عليك علي، عليك علي. Muqtada al-Sadr is a radical Shia Islamic leader who's trying to establish a religious state. This cleric and these people are al-Sadr supporters of Friday prayer. نقول ان انتهاك القوات الهولنديه لشوارع هذه المدينه والتجوال في احيائها هو استفزاز، وهو شعور بان هذه المدينه حقيقه نائمه، وهو استهجان بها وعدم اكتراث لجميع احزابها. واذا كانت هناك احزاب، هي المصيبه احنا الان نقرا الحزب الفلاني والحزب الفلاني والإسلامي وكذا، لكن في أرض الواقع مجرد هذه الأسماء مجرد أماكن لتداول الأمور الشخصية والمنفعة الشخصية والبحث عن الدولار. صل على محمد. I returned to Samawa jail, where I was a prisoner in 1988. I was imprisoned because I refused to go to Saddam's student training camps and fight in the Iraq-Iran war. I was arrested and put into jail for 9 days. Then forced into the army for 1 year. When I finished, I returned back to Samawa and back to university. In those days, the jail was overcrowded with political prisoners like me. But now, it's just overcrowded. فاجينا على هذا المكان وحفرنا فلقينا ناس عدد هائل كثير كلش. فحفرناهم، طلعت نساء وأطفال وبنات صغار، فعوائل كاملة يعني مدفونة هنا، وشياب وعجزة وشباب، وعديد من المستمسكات لقينا عندهم قسم منها السوء مالتهم والهويات،
وإشكال عندهم تعرفوا عليهم أهاليهم وأخذوهم. The remains of Sheikh Fleh, the father of one of my old friends, were found here. يعني تحتار شو توصفهم وش ما توصفهم؟ شوف هذا وين الحجاب؟ اطلع تابع 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 مديرية الشرطة Hardy went out to hear the people's response. He had expected to find celebrations on the streets. والله استلام السلطة خبر مفرح. الحمد لله. احنا والله نتمنى انه هاي السلطة انه توفر لنا راحة لانه احنا تعبنا هواية بعد هذا الحكم الجار اللي اثر علينا وخلانا في الوضعية هاي. يعني احنا كثير ناس من خريجين مهندسين خريجين معاهد، يعني انا مثل هسه خريج هندسة يعني ما فادنا صدام حسين. تخرج هندسة؟ اي والله. اي هندسة نوع؟ هندسة كيماوية بغداد. يوم سعيد واحلى يوم في العراق اليوم، اسلام السلطة. اي للرئيس شو اسمه هو؟ الياور؟ الياور اي. امامنا مهمة صعبة وإرث ثقيل. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا الصبر والثبات والهداية والرحمة في النهوض بهذا البلد الذي يستحق أبناء شعبه كل الخير والرفعة. أيها الأخوة الأحرار، أرجو أن لا تخيفنا الفئة الباغية المالقة الكادرة. نطلب من الدول المجاورة أن يساعدنا تخلص من الإرهابيين ذولا. نعم نعم للسلام. كلا كلا علاوي. نعم نعم للسلام. In the streets, Muqtada al-Sadr supporters are marching in the local office of Prime Minister Alawi's Iraqi National Accord, whose interim government was appointed by the coalition forces. The Alawi government's new Iraqi National Security Forces look the same as Saddam Hussein's secret police force, the Fidayeen. These policemen are seen as an instrument of the coalition's occupation and are thus being targeted by anti-coalition insurgents. Many have been killed in a butter festival. This is part of the efforts to rebuild the community's spirit. This festival is a famous and traditional festival in Japan. وكما تعرفون بأن هذا المهرجان هو مهرجان مشهور وأيضا من المهرجانات التقليدية في اليابان. We believe Tanabata is a day to meet rabbis. ونحن نؤمن بأن التنباتا هو يوم لتوحيد القلوب. And also we believe this day is to get our wish. وكذلك هو يوم لتحقيق أمانينا. قلم قلم يمك قلم
كل من يكتب أمنيته. أمنيتك اكتب أمنيتك. أتمنى السلام. وأعرف أكتب. وأعرف. What do you wish? يقول شنو أمنيتك؟ أمنيتي الأمن والاستقرار للعراقيين. He said safe and stability to the Iraqi people. Oh, good. Me too. يقول لك أنا هم أمنيتي هذا. شكرا جزيلا. موطني موطني الجلال والجمال والسنار والبعض. I begin to see other efforts towards the rebuilding of our community.